جلسة مجلس الإدارة اللي انعقدت يوم 3 ديسمبر 1941 شهدت قرار من القرارات التاريخية للنادي في اليوم ده جه محضر الجلسة كالآتي وافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة كرة القدم بالنادي من حضرة الأستاذ محمد محمد مدكور بك رئيسا وحضرتي الاستاذ ممدوح مختار والاستاذ مصطفى كامل منصور اعضاء محمد محمد مدكور بك كان عضو مجلس اداره النادي والاتنين التانيين من اللاعبين القدامى ودي كانت اول لجنه كره قدم في تاريخ النادي الاهلي احفظوا التاريخ ده كويس 3 ديسمبر 1941 تاريخ تاسيس اول لجنه لاداره كره القدم بالنادي الاهلي ومن يوم افتتاح مقر النادي في فبراير 1909 لم يتوقف تطوير منشاته من انشاء ملاعب وحجرات خلع ملابس وغيرها من عمليات التطوير المستمر وكان اكبر مشروع من مشاريع التطوير انشاء مدرجات ملعب الاهلي وبناء المقصوره الملكيه سنه 1927